السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غنقدم معكم واحد الخبيزات كيكونوا من مدينة في السميد الغيط، كيجيو زوينين على شكل ديال كرواسه ولكن بمقادير مختلفه. بسم الله نبداو. نص كيلو ديال الدقيق بعد ما كنا غربناه، معلقه ديال الخرقوم، معلقه ديال النافع البلدي، راس معلقه ديال الملح، خماره، فانيا، سميد باش نفندو هاد الكرواسه، نص كاس ديال الزيت، كاس ديال الدقيق القمح، كاس نص كاس ديال السنيده، معلقه ديال الزبده، معلقه ديال الخميره بعد ما كنا ذوبناها في الماء، والماء على حسب الخليط. بالنسبه للعجينه غنحتاجوا ليها كاس ديال الدقيق القمح كنخبوه، كنخلطوا دقيق القمح مع الفورس، قبسه ديال الملح، النافع، معلقه ديال النافع، معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه، نص كاس ديال الزيت، كنخلطوا الزبده والزيت، كندخلوه في الدقيق مزيان حتى كيتخلط، كنزيدوا السكر، كناخذوا الماء، كنشدوا معلقه ديال الخرقوم مدقوق، كنخلطوه مع الماء، كنحركوه، هو اللي غنعجنوا به هاد الكرواسه. من بعد كنضيفو خماره فانيا، كنضيفو خماره، كنضيفو الخميره بعد ما رطبناها في الماء، وغنبداو في العجن. دابا غنبداو في العجن. بسم الله، وعلى هذا الشكل هكا العجينه ديالها شويه مرخوفه، ماشي العجينه قاسحه، مرخوفه شويه، وكنغطوها وكنرجعوا من بعد نص ساعه. ما ارتاحت لينا العجينه شويه كنرجعوا كنضربوها بحال هكا، قد ما ضربناها بحال هكا هذا هو الدلك ديالها، كدلك هكا، وكنرجعو نخلوها تاني ترتاح شويه، كندلكوها بحال هكا ونرجعوها تاني نخليها تخمر شي شويه ونضربوها نفس الطريقه. ونغطوها ونخليها شويه ونرجعو معاكم تاني. بعد ما ارتاحت لينا العجينه كنعاودو نضربوها بحال هكا، كتحس بها العجينه شربات. أمس العجينه ديالنا صار لينا العجينة هاكا معلك، كتكون رطبة في اليدينا هاك. من بعد كندهنو اليدينا بشوية الزيت، اليدينا بشوية الزيت، كنكوروها على هاد الشكل ونحطوها في السميد القياس اللي بغيتو، ديروها شوية صغيرة حتى هي كتضاعف الحجم ديالها، أولا كبيرة بحال هكا، وكنمدوهم السميد على هاد الشكل، وكنحطهم في الطاوة بعد ما دهناها بالزيت، كنقرصوهم
كنستمروا على هاد الطريقه حتى كنكملوا الحريشات كاملين ديالنا. بعد ما قرصناهم كنبسطوهم شي شويه، ولكن كنبعدوهم من بعضياتهم حيتاش كتضاعف الحجم ديالهم، كيكبروا شويه. على هاد الشكل كنقرصوهم واحد شوي. بعد ما كملناهم في الدقراس شويه غنخليهم تيخمروا وندخلوهم يطيبوا على عافيه مهيله من الفوق ومن التحت حتى يطيبوا على خاطرهم، ونوريكم النتيجه في الاخير. وهذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الخبيزات المربدي في السميد، كيجيو رطبين. نتمنىكم تجربوهم، ولا عجبوكم دعموني بجيم بارطاجي ابوني.